السلام عليكم متابعينا الأعزاء. ستشاهدون اليوم في هذا الفيديو القصير مقاطع مختلفة لآخر المقاطع المذهلة والغير المتوقعة التي تم نشرها مؤخرا على الانترنت وتمتلك نسبة مشاهدات كبيرة، فابقوا معنا لمشاهدتها لتذهبوا لأي مكان يا أصدقاء. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. تمكن هذا الرجل من تصوير مجموعة من الأقمار الصناعية التي تسير بشكل متراص ومنتظم وتظهر بشكل واضح. لا أعلم ما الذي يحدث هنا، لكن هذا الكلب حاول أكل القط بأكثر الطرق غرابة وطرافة في آن واحد، ومن الطريف كيفية هربه بعد أن أطلق سراح القط. استمعوا للأصوات التي تصدرها هذه القطة للإجابة على أسئلة مالكها. بعد أن قرر هذا الشاب تربية سلحفاة كحيوان أليف، اكتشف بأن لديه عادة طريفة في عض أصابع رجله، اعتقادا منها بأنها طعام أو ربما تقوم باللعب معه. امتلاك قط كبير مثل الجاغوار أمر صعب للغاية رغم كونه ممكنا، ومثل هذه المقاطع تجعل المرء راغبا في الحصول على لحظات كهذه. أعلم بأنكم ستنقسمون لمجموعتين بعد مشاهدة هذا الفيديو، فربما سيرغب البعض بتجربة الجري في هذه العجلة الدوارة، بينما سيمانع البعض القيام بذلك. في كل مرة يقوم فيها عامل المسرح بتعقيم الميكروفون، يصفق له الجمهور بحرارة. لدى حيوانات السلامندر الكثير من المميزات والخصائص التي تجعلها حيوانات استثنائية وغريبة للغاية، لكن أكثرها إذهالا هو تغير شكلها من خلال اختفاء اللوامس على وجهها ونمو الرئتين لتصبح قادرة على تنفس الهواء والتنقل والعيش برا. بسبب الجائحة التي مر منها العالم في الآونة الأخيرة، أصبح مصير الكثير من السفن السياحية الخردة والبيع بالتقسيط، لأن صيانتها والحفاظ عليها مكلف للغاية. وفي ظل انعدام السفر أصبحت حالة الكثير من السفن مثل ما تشاهدون تماما. قام رجل التوصيل هذا بإيصال الطعام والتقاط صورة لإثبات بأنه قد قام بعمله ليأخذ الطعام معه في النهاية، ومن الغريب أنه لم ينتبه لوجود الكاميرا رغم أنها غير مخفية. وإليكم هنا هذا المقطع الطريف لجرو يحب الاستمتاع بهواء مصفف الشعر بطريقة لطيفة ومضحكة. لا يمكن العثور على هذا النوع من الخنافس إلا في مدغشقر، وليس غريبا أن اسمها الخنفساء الزرقاء. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.